زكاة الفطر حاجة مهمة جدا، في بعض الناس بينسوها او ما يعرفوش انها فرض. الفيديو ده فيه معلومات مهمة عن زكاة الفطر، تابعوا للآخر. اولا، ايه هي زكاة الفطر؟ هي زكاة فرضها النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين، عشان لو في حد في رمضان صيامه كان فيه شيء من النقص او الجرح، الزكاة تغطي الخلل ده. يعني حد مثلا في نهار رمضان قال كلمة هو مش واخد باله منها، كان ممكن تفطره، او اتصرف تصرف لا يليق بشخص صائم، وهكذا. طيب زكاة الفطر عبارة عن ايه بالظبط؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال انها صاعا من تمر او صاعا من شعير، وبرضو الصحابة اخرجوها بسلع تانية زي الزبيب وغيره. المهم انه يبقى من غالب قوت البلد. طيب ايه هو الصاع ده؟ بالنسبة لنا حاليا يعادل 3 كيلو تقريبا. طيب هل يجوز اخراج ده قيمة فلوس؟ يعني في بعض العلماء اتفقوا على اجازة ده، والله اعلم. سؤال مهم عند ناس كتير، هل ينفع اديها لحد من الاقارب؟ ينفع لو حد من الاقارب فقير او محتاج، بس بشرط القريب ده ما يكونش من الناس اللي انت ملزم بالانفاق عليهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا الاب او الام او الزوجة او الاولاد، الناس اللي انت مفروض تصرف عليهم، ما ينفعش تديهم زكاة الفطر او اي زكاة عموما. غير كده من الاقارب يجوز، بل هو شيء مستحب لانه صدقة وصلة في نفس الوقت، وده اللي قاله العلماء، والله اعلم. طيب هي مفروضة على مين بالظبط؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال انها مفروضة على كل عبد او حر، ذكر او انثى، صغير او كبير. يعني لو انت مثلا متزوج وعندك اولاد، بتخرج زكاة الفطر عنك وعن زوجتك واولادك. حتى الاطفال اللي ما صاموش على فكرة بتخرج ليهم زكاة. في علماء قالوا حتى على الجنين يجب اخراج زكاة الفطر، والله اعلم. طيب اخر معاد لاخراجها امتى؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال انها يجب ان تؤدى قبل خروج الناس للصلاة، المقصود صلاة العيد. يعني مع غروب الشمس في اخر يوم من رمضان لازم تخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وفي علماء قالوا من بعد صلاة الفجر لقبل صلاة العيد، وفي علماء برضو اجازوا تعجيلها او اخراجها قبل انتهاء رمضان بيوم او يومين، والله اعلم. طيب في ناس ممكن تسأل، ليه الاطفال اللي ما صاموش بيخرج عنهم زكاة الفطر، والناس الكبيرة او المريضة اللي ما صاموش يخرجوها ولا لا؟ شوف، هي زكاة الفطر فرض على كل المسلمين اللي صاموا واللي ما صاموش، حتى اللي عليه قضاء للصيام بيخرجها برضو قبل صلاة العيد، وما بيخرجهاش تاني لما بيقضي الايام اللي فطرها في رمضان. في الاخر هي خير ورحمة للجميع، ياريت اللي عرف يعرف غيره يا جماعة، وكل سنة وانتوا طيبين، وربنا يتقبل منا جميعا صالح الاعمال، امين. في الاخر ما تنساش تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سلام.